وموضع الشاهد من الآية قوله وجعلني مباركا أينما كنت، والمراد بأنه مبارك أينما كان عليه السلام أن الله جل وعلا ينفع به خلقه، ونفع الخلق من أعظم القربات إلى الله، وأسعد الناس حظا برحمة الله من عم خيره من حوله في المقام الأول ثم من بعد ذلك، وفق قول الله جل وعلا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لكن يبقى الأمر الأول أيها المبارك، كيف يكون الإنسان مبارك قبل أن تتجاوز البركة ذاته إلى غيره؟ إن صفاء السريرة ونقاء الطوية وحسن الصدق مع الله تبارك وتعالى من أعظم ما يجعل الإنسان مباركا ينفع الله جل وعلا به خلقه. هذه القلوب أوعية، إما أن تمتلئ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه، وإما أن تمتلئ عياذا بالله بخلاف ذلك. فأولى الطرائق إلى أن يكون الإنسان مباركا معظما عند الله جل جلاله ينفع الله به خلقه أن يكون في نفسه في ذاته في من طوت عليه سريرته يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذا أيضا لا يتحقق إلا إذا كان الشخص نفسه رجلا كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، عظيم المعرفة بالله جل وعلا هي بناء ولبنات يبنى بعضها على بعض. المعرفة بالله تقود إلى الرغبة فيما عنده، والرغبة فيما عند الله تدفع إلى العمل، والعمل هو الثمار، هو الذي ينجم عنه ثمار يانعة يحسن وصفها حين ذاك بأن ذلكم الشخص مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله، وجعلني مباركا أينما كنت.